سلام البنات، كدايرين؟ لاباس عليكم؟ نتمنى دائما تكونوا في احسن الاحوال. اليوم غادي تشوفوا معايا واحد الغريبه اللي تجي هائله بدون بيض وسهله في التحضير. ما غاديش نطول عليكم وغادي ندوزو مباشره باش نشوفوا الطريقه والمقادير. نبداو على بركه الله بالمقادير. اولا عندي هنا علبه ديال 250 غرام ديال الزبده، عندي كاس ديال الزيت، كاس ديال السكر مع واحد ساشي ديال الفانيلا، عندي غناخذ ملعقه كبيره ديال الكاكاو المر، بامكانكم تستعملوا الكاكاو العادي اللي تيشربوه الوليدات في الحليب. هنا عندي واحد كاس ديال الكاكاو واللوز اللي مطحونين محمرين ومطحونين، بامكانكم تعملوا اما كاكاو بوحدو او اللوز بوحدو، تيبقى لكم الاختيار. عندي هنا 600 غرام ديال الدقيق مع كيس ونصف ديال الخميره الكيميائيه، يعني 12 غرام. صافي، دابا غادي ندوزو للطريقه. تناخذوا الزبده هي الاولى، تنديوها في الشيبول. الزبده بحراره المطبخ كيف تشوفوا غادي تجيني سهله في الخدمه. غادي نزيدها سكر سنيده وغادي نخدموها مزيان. غادي نزيد حتى السكر فانيلا. ما نساوش دائما واحد القبيصه ديال الملحه لتصحيح الضوء، وغادي نخدم مزيان هاد الزبده حتى ما تبقاش تبان لينا السنيده والطوب. غادي نضيفو من بعد الزيت ونخلطو مزيان حتى غادي تصبح على شكل بوماد بحال هكذا. غادي نضيف هنا هذاك الكاوكاو اللي خلط هو واللوز، ونضيف هذيك ملعقه كبيره ديال الكاكاو. نضيف هذاك كيس ونصف ديال الخميره. دابا ما بقى لنا غير الدقيق، ضيف بشوي بشوي، دائما تبقى على حسب الجودة. انا من بعد نعطيكم القوام اللي خاص يكون فيه هاد العجينة. ما خاصهاش تكون رطبه لانها فيها الزبده تقدر تسيح لينا في الفرن، هادشي علاش خاصها تكون شويه شاده في راسها. صافي، القوام ديال العجين ديالنا تيكون على هذا الشكل كتشوفوا. مثلا نعملوا كويا، صافي. دابا غادي ندوزو للمرحله التاليه. صافي، دابا غادي نبداو نعملو الغريبه ديالنا. هنا عندي العجين اللي شفتو معايا، وهنا عندي السكر كلاصي اللي هو سبيسيال باش يلصق لينا في الغريبه ديالنا. صافي، تناخد تنبدا نعمل كويرات على هذا الشكل. تنبداو نلوحو هنا في هذا السكر كلاصي. من بعد تناخدو بحال هكذا غريبه ونبقاو لولبوها بحال هكذا باش يلصق هذاك السكر كلاصي فيها. الشكل عاد من بعد نحطوها في الطاوله، نفس الشيء بالنسبه للغريبه الاخرى. كنهزو السكر كلاصي بها ونلولبو باش تيلصق فيها مزيان. الفران تيكون ديجا تيسخن، من تيسخن الفران مزيان تنخليو غير فوق بوحدو هو اللي مشعول حتى تتبان لينا تشقات الغريبة، عاد تنشعلو عليها من تحت. صافي البنات، من تنسالي الطاوة ديالي كاملة تناخد اما كاوكاو اما اللوز باش نديروه في هذا في الغريبه. انا خديت هنايا اللوز، اللوز غير خضر لان مازال عيكمل طياطو، وتنوضت مزيان
هكذا باش تبقى اللوزه شاده في الغريبه بهذا الشكل. صافي ما ننساش باش نذكركم بان الفران خاصو يكون مشعول غير من الفوق حتى تتشقق هاد الغويبه، عاد من بعد تنشعلو عليها من التحت. اذا البنات الغويبه ديالنا تجي على هاد الشكل زوينه ومفقعه كيف تتشوفوا، المنظر ديالها تيشهي، تخرج لنا كميه كثيره تقريبا 45 حبه. هادشي الا عملتوها على هاد الحجم قد هاد الحجم كبيره، اما الا عملتوها صغيره فهي عاد تخرج لكم اكثر. تجي هشيشة ورطبة من داخل كيف غادي تشوفوا معايا، تشوفوا تجي رطبة وطريقتها سهلة ويمكن أي وحدة تعملها. نتمنى البنات تجربوها ونتلقاو إن شاء الله في فيديو قادم بإذن الله.